الليله طويله لسه الدوري في بدايه مشواره بعد ثالث يوم من الاسبوع الاول. المسلسل المعتاد بتاع كل سنه، جدل تحكيمي وتقنيه فيديو وناس بتطلع يعني بتستعمانا او بتقول على حاجات يعني اكننا عمرنا ما لعبنا كوره ولا معانا خبراء تحكيمين تانيين ولا حد بيتكلم في حاجه وكان الامر مسلم بيه. يعني خلينا نشوف كل حالات التحكيم الخاصه بلقاء النهارده الاهلي والاسماعيلي مع كابتن سمير عثمان. مساء الفل. مساء النور يا كابتن. حبيبك يا سمير. حبيبك يا منور حبيبي. ما عندناش حاجات حالات كتير يعني لكن مؤثره جدا. بالظبط يعني في اربع خمس ست حالات لكن مؤثره جدا. تمام، بس قبل ما نقول الحالات النهارده نقول التشكيل بتاع طاقم الحكام. اتفضل. طبعا دي بقياده جهاد جريشه، دي اول مباراه ليه لعبها بعد انجلترا وبنما، دي تعتبر اول مباراه ليه، ومعاه سمير جمال حكم الدولي وعبد الفتاح عريشه الحكم مساعد، ومعاه طارق سامي حكم دولي كره صالات حكم خامس، ومعاه حكم خامس اخر سعيد حمزه من منطقه اسكندريه، ومعهم الحكم الرابع السندوسي حسين السندوسي. أوكي. تمام. النهارده مباراه الاهلي والاسماعيلي بجميع يعني بجميع اللغات مباراه مهمه وصعبه، سواء بدايه الموسم او في منتصف الموسم او في اخر الموسم، لحاجتين طبعا، القاعده الجماهيريه والمستوى الفني بتاع الفرقتين على مدار اعوام كره القدم في الدوري او سواء الكاس. النهارده مباراه مهمه في الشوط الاولاني، انا حسبت يعني شفت جهاد عامل حوالي 41 خطا حسبه على الفرقتين. 41 وده طبعا كتير يعني قانون خلاص. طبعا قانون خلاص، انا بتكلم كتير، ده يدل ايه ان اللعب برضو ايه كان في ايه في التحامات، في برضو بعض اللعيبه في حساسيه بينهم شفناها في كذا لقطه برغم التدخلات السريعه. وفي الشوط الثاني حوالي 39 خطا، يعني معدل مثلا كل 80 خطا بالظبط. فطبعا 80 على 90 طبعا تبقى في فرق جامد قوي في المباراه، ده يدل ان المباراه جامده. النهارده انا استمتعت بيكم طبعا والطاقم الفني اللي كان بيحلل الانديه وتطرقوا كتير للتحكيم، فانا النهارده ناوي اتكلم على سايبين لك التقيل. لا ما انا عاوز اتكلم دلوقتي على اللعب الفني بقى بتاع التغييرات المدربين. طيب لا يفتى وحضرتك موجود في الاستوديو، يعني فهن بعض الحاجات احنا بنتكلم من خلال خبرتنا اكيد، وبنتكلم من خلال يعني او حالات مشابهه مرت علينا في بعض الاوقات، لكن القانون عند حضرتك يعني. بص يا كابتن سيد، انا بشكر حضرتك، احنا هنتكلم على حاله وفقا لقانون كره القدم. تمام. طبعا الخبرات مهمه جدا، بس مع وجود الخبرات انت مش على طول في ال 90 دقيقه بتحكم بناء على الخبرات، لا انت مع الخبرات ولعبك والقانون، لان عامل القانون مهم جدا، لان كتير جدا من اللعيبه لعبوا مستويات عاليه جدا في انديه بره، بس برده في حته القوانين برده ممكن ما تكونش المعلومه واضحه بالنسبه لهم. فالنهارده هنشوف الحاله اوكي ونشوفها، يعني مش هناخد قرار غير ما نشوفها مره او مرتين ونتفق احنا الاثنين عليها باذن الله. اتفضل يا ابو كابتن. دي الحالة الأولى، هو فاول اتحسب على النادي الأهلي على سعد سمير. تمام. هو سعد بيستند، برضه اشرح لحضرتك، سعد بيستند ان في خطأ من البداية. تمام. لسعد سمير. هي الصورة واضحة لحضرتك ولا هنا أوضح؟ اوكي. هبقى أقول لنا بس عشان نغير اتجاهنا. بص حضرتك في دفع هنا. طب بص ممكن نعيدها تاني ونحضر. هي اللقطة دي بس اللي عيدها بس. هنا. العب. ايده الشمال. بس خلاص كده بس نقف هنا بعد إذنك. هنا في خطأ على اللاعب الإسماعيلي بإيده الشمال، دفع سعد سمير. يبقى الخطأ هنا من البداية. خطأ لسعد سمير. لسعد سمير. خلاص دي اللعبة دي. أوكي. تمام. أوكي. دي الحالة الأولى. هي اتحسبت فاول على سعد سمير في المنطقة، طبعًا كانت خطر جدًا على النادي الأهلي. هنا بقى في فاول تاني. بص. بس لصالح الاسماعيلي. بس عاوزين برضو نقول ايه، بسبب الدفعه بتاعت لعيب الاسماعيلي بقى سعد سمير فين في الارض، اختل توازنه فهو بقى جاب يقوم خد بتاع الاسماعيلي، انما من اعتقد لو جد كان شايفه كويس اعتقد كان ايه ممكن حسب. يعني هنا الفاول مزدوج، فاول للاهلي وفاول على الاهلي، بس الاول نحسب الفاول الاولاني. الفاول الاولاني جد لو كان تروح للخطا اللي ارتكب الاولاني، لان لولا الخطا الاولاني ما كانش هيبقى فيه خطا تاني. تمام. الخطا التاني كان ساعتها سعد وقع على الارض. فاعتقد جهاد يعني كان قرار سريع. نشرحها اكتر للناس واوضح للناس، يعني مثلا جول من تسلل، الكره دخلت الجول بس هي في الاصل تسلل، مش هتحسب الهدف. يبقى هترجع للتسلل. بالظبط بترجع للاول. مظبوط كده؟ ماشي معاك انا اهو لغايه دلوقتي. لا تلميذ كويس، ما تقلقش استاذ. اتفضل اتفضل. حالتك الحاله الثانيه اللي حضرتك. ده الحاله الثانيه. تمام. دي كانت في دقيقه 44 من الشوط الاول. ممكن نقف بقى قبل ما نتفرج على الحاله يا كابتن سيد؟ احنا عاوزين نتفق على حاجه. تمام. اتفضل. هل في وثب ولا لا؟
هل في وثب؟ لا طبعا. انا احنا هنا بنتفرج من اعادتين، في إعادة بس للأسف مش متوفرة هنا عندنا. أوكي. اللي هي وراء المرمى. تم هي يا كابتن. لا هي مش محتاجة. لا لا مش لا محتاجة. لا أصل ده بص. لا أصل برضو إيه أنا هنا دي هنشرحها والورا المرمى هنشرحها. بص يا كابتن سيد. لو في وثب، لو في وثب وقبل ما يلعب الكرة إيديه على اللعيب تبقى ركلة حرة مباشرة. ركلة حرة مباشرة. لو في وثب يعني أنا هو الراجل نط وبعد كده ساند على إيده قبل ما يلعب الكرة، لو دي موجودة يبقى دي ركلة حرة مباشرة. إنما لو بعد ما لعب الكرة وايده نزلت بيه. طب ارجع تاني كده يا سمير. ارجع تاني. ارجع وكاش تاني بعد اذنك. بص حضرتك لحد دلوقتي الكره ما وصلتش. تمام. بص لحد دلوقتي الكره تمام. بس بص ايده بس نقف هنا بعد اذنك. بص ايد لعيب كوليبالي الشمال فين يا كابتن سيد؟ على كتفه. على كتفه خلاص. يبقى الراجل ده بس الدفع جه بعد القفز. بص يا كابتن سيد الكره لسه ما جاتش. عارف الكلام ده لو الكره بقى فيه التحام اوكي، انما هنا في التحام جسدي قبل وصول الكوره للاعب الاسماعيلي او للاهلي. طب وانت كده في عدم تكافؤ فرص. حضرتك حكم كبير جدا جدا. تمام. بس قول لي بما يرضي الله لو انت حكم والكوره دي والعكاسه اللعيبه مدافع الاسماعيلي هو اللي بيلعبها. تمام. تحسب بنالتي. ضربه جزاء سهله مش صعبه. ضرب الجزاء سهله مش صعبه انها واضحه. دي ضربه جزاء سهله. ضربه هتبقى ضربه جزاء سهله. انما الكره امال بيقول لنا مين اللي لعب الكره ليه افندم؟ يعني في الحلقات اللي زي كده بيقول لك مين اللي لعب الكره. الكلام ده لو في التحام على الكره هنا لسه يا كابتن سيد. بص الكره فين كابتن سيد؟ عاوزين نبص على الكره. الكره في الهواء. طب بص يا كابتن سمير يعني خلي بالك بس. أوكي. الكره لسه في الهواء. تمام. وده وثب طبيعي جدا. وثب طبيعي. هيبدا اسند على اللي قدامي وضع طبيعي. انا عايز اروح للكوره. الوضع التشريحي لو الوضع التشريحي بتاعي هيخليني كده كده اميل على اللي قدامي بس القفز انا اعلى. ما ينفعش اتنين هينطوا وايديهم جنب بعض صح ولا غلط؟ لازم طبعا في ايد في الهواء والايد الثانيه عشان ايه؟ انت بتاخد القوه في الهواء. تمام. طالما ان الكوره لسه ما وصلتش يبقى المفروض ما يبقاش فيه احتكاك كده. امتى بقى يبقى في احتكاك كابتن سيد وتحسبها؟ لو الكره خلاص الكره الاثنين في وشهم. لو الكره الاثنين في وشهم اوكي وبقى في احتكاك خلاص هنا تحسب ايه تول بلاي اون. انما الكره دي الكره لسه ما وصلتش للاعيب الاسماعيلي ولا لعيب الاهلي. بس بتاع الاهلي بص كابتن بص مستخدم إيه؟ انا شايف ان الوضع التشريحي انا مش هنخسر بعض عشان بينالتي عشان جول. لا بس هي الفكره بس ثانيه واحده بس هو برده ايه هو جهاد مصفر قبلها يعني هو مش عارف ايه اللي هينزل بعدها لان هنا جهاد شايف خطا. جهاد ما لغاش هدف. جهاد شايف خطا قبل الكره لان انت عارف لما تلغي هدف ده رايح مباشره. نفس الكره برده بتاعه الاهلي والاسماعيلي في 2014 2015 احنا النهارده 2018 ما هي نفس الكره 2018 بتغير. انا بتكلم بص الزعيم الراحل سعد الزغلول قال جمله مفيده جدا. قال ايه؟ مفيش فايده. بس هنا بقى عشان نديله مفيش فايده والله يا سيد عشان نديله حقه. وفي لقطه ثانيه كنت اتمنى تبقى موجوده اللي هي ورا المرمى بس في قناه ثانيه جايباها كانت هتبقى واضحه قوي. ما لو نفس المعيار بس ما هو نفس الحكم كابتن جهاد جريشه حكم ممتاز جدا انا بحبه جدا على المستوى الشخصي وبشوف ان هو من اميز الحكام اللي موجوده في الساحه الافريقيه مش حقيقي. في الساحه المصريه. بس الكره بتاعت سعد سمير اللي قبلها كان في دفع برضه كده فانت المعيار واحد في نفس المباراه بينهم ومن بعد ثلاث دقائق على فكره. انا معاك كابتن سيد احنا عاوزين نتفق على حاجه. اتفضل. لعيب بيبقى منفرد بالمرمى انفراد كامل وبيضيعها تمام وبعدها بدقيقتين بيجيبها هل هو قاصد يضيعها في الاولانيه؟ في توفيق وعدم توفيق. لازم الناس برضو تتفرج الحكم ده مش اله ولما كانش كده الفار اتحسب. يعني في فار دلوقتي الاتحاد الدولي خلاص بقى قننه. نتمنى ان شاء الله يجن بس الكره دي قرار جهاد سليم فيها. احنا مختلفين فيها لكن برضو مش هخسرك علشان هذا. بس انا عاوز بس انا عايز اقول لك على حاجه بس يعني الوضع التشريحي بتاع اي بني ادم صح لازم يبقى في لازم هيبقى فيه قفز واثناء القفز. ايوه تمام هتسند سنه اثناء القفز ده وضع طبيعي جدا مش حد بيطلع كده يعني. لا لا انا معاك كده بعد اذنك يا سمير هات لي عليا كده يعني وانت طالع بتطلع لازم تطلع كده لازم تطلع كده مفيش حد بيطلع كده. بقول لك يعني مش 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 لوح خشب انا مش لازم تعمل كده. انا مش همشي غير ما اقنعك بيها. لا انا مش مقتنع لا الكره في الهواء مفيش حد فعلا زي ما انت قلت هيطلع كده لازم يبقى في هواء وانت بتاخد دفعه عشان برده تخبط الهواء وبتطلع فوق. الكلام ده لو الكره خلاص بينكم انتوا الاثنين انما لسه الكره في الهواء هتلاقي اللعيب بتاع النادي الاهلي كتير قوي. عارف بشوف اللعبه دي ايه يعني بشوفها لو كره طوليه لو كره طوليه اتلعبت مثلا كره الهدف اللي جابها الاهلي محمد الشناوي عملها لمروان محسن لو كان السيرد باك المكلف او طالع فوق مروان محسن ولعبها ونزل على مروان محسن مش هيحسبها فاول. مظبوط وضع طبيعي عشان الكره خلاص بقت في المتناول. هنا الكره هنا في المتناول الكره لسه في الطريق يا كابتن. كرة كابتن في فرق شاسع ما بين الاثنين في الطول. طب هو ذنب اللعيب الثاني اطول منه؟ لا طب انا ذنبي ان انا اطول منك. طب انت هقول لحضرتك حاجه انت عارف الكتف القانوني بيتحسب ازاي؟ الكتف القانوني عشان تحسبه لازم الاثنين يبقوا طول واحد
يعني لو واحد اطول من واحد لما خلاص ما فيش قانون. خلاص دي قناعاتك وقناعاتي، انا شايف انها جول صحيح ما فيهوش مشكله، لكن برضو زي ما قلت لك مش هخسرك عشان هدف يعني. انت حبيبي، يبقى الجول الاولاني كده الهدف ده كره الجهاد ايه سليم فيه. شوف وجهه نظرك. نشوف هدف النادي الاهلي، اراء طلعت بدري كده. تمام، نشوف راي كابتن. طب ممكن نعدها من الاول يا كابتن من الاسقاط؟ ارجع ايه مش عندنا الاسقاط من اوله بس. طب ممكن نشرح بس حته الاسقاط في الاول؟ حلو قوي كابتن سمير قال لي معلومه رائعه بصراحه، اتفضل قولها يا كابتن سمير. الاسقاط يا كابتن سيد، نفترض الكره دي اسقاط كان لعبها جهاد لمحمد الشناوي. مظبوط، محمد الشناوي وصل نص الملعب اوكي، وجهاد طبعا فتح سبرنت جامد، وبعد كده محمد الشناوي لعبها. طب نفترض يا كابتن لو الكره دي دخلت هدف مباشره من غير ما حد يلمسها، هنا لا يحتسب الهدف والكره تبقى ضربه مرمى. يبقى الاسقاط يا لازم تلمس لاعبين او تصطدم بلاعب. يعني هنا الشناوي لعب الكوره مباشره ودخلت مرمى الاسماعيلي، هتبقى ايه؟ ركله مرمى. وطبعا زمان عشان اسقاط، عشان اسقاط لازم لو في اثناء اللعب يعني رجعت لمحمد الشناوي، محمد الشناوي فضل يتحرك بيها لحد الملعب من غير ما يبصيها، يعني هي راجعه لمحمد الشناوي من قدم لاعب في النادي الاهلي. لا خلاص مفيش مشكله، مفيش مشكلة. لو اسقاط لازم تلمس واحد، تلمس واحد او اكنها ضربه حره غير مباشره كده. بالظبط كده، طبعا ده لو كان حصل كان زماننا لسه قاعدين في الاستاد هناك. مظبوط. طيب الجول بتاع النادي الاهلي، جول ده مهم جدا طبعا يا كابتن. جدا، اتفضل. اوكي تمام، ده هنا مروان محسن. طبعا هنا احنا مش هنقدر نحسب حاجه خالص. تمام، احنا هنا طبعا احنا عاوزين نجيب الهدف عشان نبين ان هل في تسلل او عدم وجود تسلل. هيجي تمام؟ في لقطه باينه جدا اكتر من كده، بس ممكن قبل ما نجيبها بس عاوزين نقول حاجه، بس نوقفها يا كابتن سيد بعد اذنك. اهي ممكن تبان من هنا اكتر. اوكي طب نوقفها بس بعد اذنك. فيها كابتن في التسلل، في حاجه اسمها ارتداد او انحراف. يعني انحراف يعني اللي احنا بنقولها في الملعب. طب هات الصوره على كابتن سمير كده عشان بيشرح حاجه وبعدين نشوفها. اقف بقى عند اللقطه دي وارجع لنا بيها لما نرجع بعد كابتن سمير. كابتن سمير بيقول حاجه مهمه جدا، اتفضل كابتن سمير. انا دلوقتي في لعيب يا كابتن سيد واقف في موقف تسلل، اللعيب اللي واقف في موقف تسلل ده تمام، لو انا كلعيب من فرقه مثلا الاسماعيلي وبكامل ارادتي لعبتها برجلي او بدماغي، وواحد لعيب في موقف تسلل اوكي والكره جت جول، يبقى خلاص الكره تحتسب هدف. تحتسب هذا. انما في حالتين مش تحتسب. ايه هما الحالتين عشان برضو نشوفهم هنا على الشاشه؟ حاجه اسمها ارتداد او انحراف. الانحراف ده يا كابتن احنا بنقولها يعني في ملعب الكوره ان لعيب قلش. تمام، قلش او انحراف، يبقى هنا طبعا هيبقى وضع تاني، يبقى ايه اللعيب ده وقف موقف تسلل. ليه؟ لان المدافع ما لعبهاش بكامل ارادته. فاحنا ممكن نشوف اللعبه دي. اتفضل يا كابتن. ايه اتفضل، تبان من هنا جدا. طيب تمام، بس بص احنا دلوقتي عندنا اللعيب بتاع الاسماعيلي، ممكن نرجع برضه نرجع لحظه لعب الكره لسه. ارجع اقف هنا بقى، كمل كده. دي لعبه لو جت لمحمد شريف دلوقتي حالا اوفسايد. تمام، مظبوط كده. تمام اوكي تمام. كمل بقى، استنى كده بقى، خلاص كده مش اوفسايد، كده مش اوفسايد. خلاص نصعبها بقى في النقطتين اللي انا بقولهم بقى. ان هي جت اللي هي جت عند في صدر حسني عطرب. لو دي انحراف او ارتداد يبقى لا، يبقى عندنا ايه وضع تاني. انما لو حسني قاصد انه يلعبها، سواء خلي بالك انا مش لازم العب برجلي، ممكن العب برأس، ممكن العبها بصدري، خلاص يبقى الكره دي طبعا ايه ما فيهاش ايه اي مشكله. بس الكره دي طبعا من الاول من الزاويه دي لا، في حد لعيب الاسماعيلي مغطي الكره. اوكي خلي بالك حسني رايح يلعب، يعني حسني رايح للكوره. تمام، حسني مش واقف مكانه. لو حسني واقف مكانه يبقى ارتداد زي ما حضرتك بتقول. برافو عليك كده. انا بفهم مظبوط كده؟ 10 على 10 كده. لو حسني هو اللي واقف مكانه ما اتحركش يبقى كده ارتداد. تمام، لكن حسني رايح يلعب كل الكوره. بص كمل، هتلاقي حسني كمل. لا هات سنه بس بسيطه كده، وهات يا سمير ارجع بالراحه بالراحه بالراحه. بص كده لحد دلوقتي حسني رايح يلعب الكوره برضو، يعني مستمر في اللعب. كمل حضرتك، كمل. حسني رايح وبيتحرك، حسني مش واقف مكانه. هو ارتداد؟ لا هو رحله مش ارتداد ولا هدف. صحيح. علاوه بقى يا كابتن ان لعيب الاسماعيلي من الزاويه دي لا مغطي يعني كمان. انا شايفها لعيب دي مغطي، يعني اذا الهدف صحيح 100%. انا من وجهه نظري طبعا سليم 100%، من وجهه نظر الجميع والقانون، ما تقلقش من ده. طيب هوريك حاجة مفاجأة كان بيها. اتفقنا على الثلاث حالات اللي احنا شايفينهم، في حاجة لا تانية؟ لا احنا اختلفنا في واحدة، فما فيش مشكلة يعني. تمام. خدت بالك؟ في حالة بقى يعني مهمة قوي ان احنا نتفرج مع بعض. في الماتش ده؟ في الماتش ده، في الماتش ده. تبان انها عادية. أوكي. تمام؟ لكن كتير جدا انا متأكد في الأستاذ التحليلية التانيين ممكن ما يجيبوهاش أساسا. عادية، ده بالكاميرا عادي يعني بريتم السرعة عادي. بص بقى من اللقطة دي على انا اتفضل. انا عايزك تشوف في دفع ولا مفيش دفع. تمام، امشي
امشي امشي، الكره لسه ما وصلتش، بص حضرتك بقى هنا اقف، كمل 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 خطوه واحده بس، اقف بص اقف بس، بص الايدين اللي في الوسط دي موجوده ولا مش موجوده؟ هي الايدين موجوده. طب ايه دي؟ بس هل فيها دفع؟ ما انا ممكن اكون ساند مفيش دفع. طب ممكن اشوف حاجه تيل. بص هقول لك حاجه، هقول لك حاجه يا راجل، استنى بس يعني استنى بس التجيب دي بتاعت كولوبالي نشوف. يعني واحد ساند وواحد دي دفع ولا مش دفع؟ يعني الوضع التشريحي بالصواب هنا هنا اتفضل بس اتفضل اتفضل. يعني جسم ازارو يميل الميله دي لو مفيش دفع؟ طب ممكن نكمل اللعبه بس عاوز اشوف ازارو عمل ايه. كمل خلاص. انا العبها 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 العبها. طيب العبها اتفضل. ايه في دفع اللعيب بتاع فيها ايه؟ في دفع كده من اللعيب بتاع الاسماعيلي. طيب والقانون بيقول لو في دفع تبقى ايه؟ هتبقى ضربه حره مباشره بس ده بشرط داخل ال 18. اصبر عليا بس اتفضل اصبر عليا. احنا قلنا اللعيب بيبقى منفرد بالمرمى وبيضيع الكوره تمام، ممكن يكون جهاد ما شافهاش بس ما هو ده طبيعي. هو لو شافها كابتن جهاد جه عندك شكل يعني بص هنا برضو يا كابتن وفي دفع من اللعيب بتاع الاسماعيلي. بص احنا بص احنا واضحين احنا بنحلل اللعبه. انت عارف انت عارف جهاد جريشه جهاد جريشه كابتن سيد جهاد جريشه كابتن سيد عام لعب كام بطوله عالميه؟ اكتر حكم في مصر لعب بطولات عالميه. سيدي ما انا عارف، انا بقول لك انا بعز جدا كابتن جهاد جريشه الحقيقه. فاحنا بنتكلم يعني في حاله النهارده. اتفضل. دي فيها دفع ولا ما فيهاش دفع؟ هنعيد تاني. ما خلاص ما احنا قلنا فيها دفع هنا. فيها دفع. يعني من بس اقول لك حاجه بس يعني برضو انا عاوز اما اشوف من اللايف برضو عشان اقدر اقول. اصل بص مش كل سنده يا كابتن سيد فيها دفع، مش كل سنده يبقى فيها خطا، مش كل سنه. أيوة يبقى فيها قانون يا كابتن. الله ينور. بقول لك على اللعبه دي يعني لما بنجي اللعبه بنشوف دي، لكن ما بتكلمش على باقي القانون. الكره دي من وجهه نظرك فيها دفع، فيها دفع. وفي دفع داخل منطقه الجزاء يبقى بنالتي. فيها دفع. اوكي كابتن في حاجه ثانيه؟ انت عاوز حاجه ثانيه؟ انا جاهز لاي حاجه بس انا عاوز خلي بالك انا بعد كل ده برضو انا عاوز يعني طاقم الحكام النهارده برضو يا كابتن الماتش صعب. اتفضل. يعني هم الحمد لله عملوا مباراه جيده. سمير جمال مساعد رقم واحد عمل مباراه جيده. التدخلات بتاعت برضو طارق سامي وسعيد حمزه كانت في وقتها. واجمال المباراه طبعا هم نجحوا بمباراه صعبه مش سهله يعني. اكيد. واتمنى ان شاء الله المباراه الجايه تبقى افضل باذن الله. طيب كابتن سمير يعني في حاجه ثانيه ممكن تقولها قبل ما نختم؟ لا لا خلاص اتفضل. 100 احنا سنواتنا طويله مع بعض ما تقلقش. ربنا يسهل. على العموم بينتهي او بتنتهي فعاليات اليوم الثالث للاسبوع الاول للدوري المصري 2018-2019 ونتائجه كانت كالتالي: الجونه بيخسر من المصري 1-0 بهدف عن طريق كوفي، الاهلي بيتعادل مع الاسماعيلي 1-1، تقدم لسعد الجزيري في الدقيقه 54 من الشوط او من عمر اللقاء، وتعادل محمد شريف في الدقيقه 92، وكان قبليهم خمس لقاءات انتهت بالتعادل الايجابي ما بين الاتحاد السكندري والمقاولين العرب 1-1، بناهيني وطاهر محمد طاهر للمقاولين، وبتروجيت مع الزمالك 0-0، والداخليه مع واد دجله 1-1، حسين رجب وابراهيم نضاي من ضربه جزاء، الانتاج الحربي بيفوز على حرس الحدود 2-1 وعن طريق محمد رجب وويليام، مصطفى جمال كان احرز هدف حرس الحدود، نجوم اف سي بيتعادل مع طلائع الجيش 0-0، وزي ما قلت لحضراتكم المصري بيفوز على الجونه 1-0، والاهلي بيتعادل مع الاسماعيلي 1-1. بكره ان شاء الرحمن هتختتم فعاليات الاسبوع الاول للدوري المصري 2018-2019 بلقائين، اللقاء الاول هيجمع ما بين مصر المقاصه وسموحه الساعه 4، ثم مباراه انبي وبيراميدز الساعه 9 باذن الله، ودي هتبقى اخر مباراه للاسبوع الاول في الدوري المصري. قبل ما انهي هارا شويه رسائل سريعه كده، يعني علي بيقول ناصر ماهر، وامير زكي بيقول ناصر ماهر، حامد بيقول ناصر ماهر، محمد الجندي بيقول ناصر ماهر، كريم عبد الله بيقول ناصر ماهر، روجين بتقول ناصر ماهر، جانا بتقول ناصر ماهر، مريم بتقول ناصر ماهر، فتحي اشرف بيقول ناصر ماهر في الشوط الاول، وهشام وعلي معلول في الشوط الثاني، عبدو انس بيقول ناصر ماهر. كميه رسائل كتير جدا جدا، اسف ان انا مش هقرا كلها، لكن اوعدكم ان شاء الله الرحمن هنكون على تواصل دائم، وان شاء الله الرحمن زي ما قلت لحضراتكم هنحاول في يوم من الايام كده يعني في الفتره اللي جايه يبقى عندنا استوديو تحليلي خاص ببعض الناس اللي متابعانا ويقولوا رايهم كمان واسلوبهم الفني. جدول الترتيب في النهايه: الانتاج الحربي في المقدمه بثلاث نقاط، المصري وراه بثلاث نقاط، ثم باقي الجدول كله يعني ما بين تعادلات يعني نقطة واحدة باستثناء حرس الحدود والجونة، هم اللي بلا نقاط، لأن هم دول المباريتين اللي فيهم انتصارات لحد دلوقتي. يبقى مصر المقاصة مع بكرة إن شاء الرحمن وبيراميدز وكمان إنبي. مصر المقاصة قلنا هتلعب مع مين؟ مع سموح. كاب سمير نورتني. شكرا يا سيد. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا كابتن.
شكرا جزيلا لحضراتكم. انتهت فعاليات الاسبوع الاول زي ما قلت لحضراتكم، اليوم الثالث من فعاليات الاسبوع الاول. نلتقي بكره على خير ان شاء الله الرحمن، الساعه 11 ان شاء الله باذن الله، ويوم جديد مع ملعب الاهلي. تصبحوا على خير.